فأنا أطالب الإخوة الذين يمثلون دواء عمر، هل استأذنتم من عمر رضي الله عنه، هل استأذنتم من عمر رضي الله عنه أن يصوروا زوجته عاتكة رضي الله عنه؟ يا أخي العزيز، يا أخي عبد العزيز وأخي المشاهد، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعرج به في السماء قال: رأيت قصر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأردت أن أدخله فتذكرت غيرته فوليت مدبرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار من غيرة عمر رضي الله تعالى عنه، فكيف نرضى نحن أن تمثل زوجة عمر رضي الله تعالى عنه وتخرج أمام الشاشة وأمام المليارات بهذا المشهد؟ أين غيرتنا على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغار من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن لا نغار أن تمثل زوجته؟ والله لا يرضى عبد العزيز قاسم ولا عبد الله القرشي ولا غيره من المشاهدين أن تمثل زوجته أمام المشاهدين، وأن يتمثل تغزله وتكلمه معه مع زوجته. فهل نرضى هذه الأفعال الشنيعة مع عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة؟ يا أمتي أفيقي من هذا الغي. فإذا مليان قلبك سواد وظلمة، وهذا ما ينلام، هذا ترى ما ينلام. ليش؟ لأن الفروع تحن إلى أصولها، كل فرع يحن لأصله، والله كل فرع يحن الأصل. أنت تشوف نفسك تحن لأصلك وهو الولاية، غيرك يحن لأصله، وما نلومه، مثل ما احنا ما نبي يلومنا، لأن احنا نحن لأصولنا، احنا ما نلومه، خليه يحن الأصل. شوف، من ضمن المحنة على الأصل، أنا هالشيء قبل ذكرته في معتم من المآتم، شوف كل واحد يحن الأصل. تشوف واحد من المشائخ يعارض الشيعة في البكاء على الحسين، يقول ليش هالبكاء وليش، وجايبين وياه مقابلة، أنا شفتها، جايبين وياه مقابلة يبكي على المسلسل اللي صار في شهر رمضان عن أحد الخلفاء، يقول ليش يطلعونه وليش يطلعون زوجته، يبكي، يقول ليش يطلعون زوجته، هذه ممثلة، الله يغرب لك، هذه مو هي، هذه ممثلة، يقول ليش يطلعون زوجته، هذه زوجته، مو هذه زوجته، ايش كثر عمرها هذه إذا هذه زوجته، وتشوفها يبكي. ليش؟ صحيح يبكي على أصله، ما يخالف، ما نلوم احنا، خليه يبكي، فاحنا بعد لا تلومنا إذا نبكي على أصله، لا تلوم، يبكي، احنا نقول الحسين انقتل، نبكي على أنه مقتول، يقول لا تبكي، ذاك يمثلون به تمثيل مسلسل يبكي. شوف الغيرة والحمية، وإذا رسول الله يقتل لا تبكي، وغيره يمثلون له مسلسل يبكي من أجله، ما يخالف، احنا نأيدك في هالقضية، والحمد لله، الحمد لله، احنا ناخذها لنا دليل، انك خلينا احنا نبكي على اصولنا، وانت ابكي على اصلك، والله يثبتنا على اصولنا.